ما الذي يعني يجعلك تعتقد بأنه فعليا الأمور ستتغير بعد اعتذار مصطفى أديب؟ لأنه يعني حط باستقالته القوة السياسية أمام أمر واقع جديد، هذا ما كنا عم نشوفه قبل. يعني احنا كنا نشهده بمراحل سابقة هو أنه في فريق سياسي بالأسباب اللي عنده إياها بيروح باتجاه الابتزاز، مقابل الابتزاز بصير في تنازل وبتحصل تسوية معين. اللي شفناه اليوم لا مختلف، في رئيس مكلف حط سقف للتكليف، حط سقف للتأليف، شروط موضوعية للحكومة اللي هو بده يترأسها، وعلى أساسها اشتغل. لما شاف أنه الفترة انتهت مددها جزئيا، اللي هي 15 يوم مددها جزئيا، لما شاف أنه الحكومة رايحة بالاتجاه المعاكس لقناعاته اعتذر. وبالتالي أنا لما عم بقول ما قبل غير ما بعد، يعني إذا هذا السقف اعتمد من الآن فصاعدا، معناتها هو عم يوجه رسالة إلى الثنائي الشيعي ومن خلفهما وغيرهما بأنه الابتزاز ما عاد يعني عملة ممكن تستخدم بأي لحظة سياسية. اليوم نحن صرنا أمام واقع يلي قلناه لحظة اللي صار التكليف. Take it or leave it. ليس الحكومة. من المبكر قول هذا الكلام، خصوصا أن البعض يرى أنه سوف نكون أمام فراغ بالمرحلة المقبلة، وبالتالي يعني حتى ولو على السقف مكرون وقال ما قاله أنا معك. المواقف على حالة وكل المعطيات ثابتة اليوم. أنا أنطلق دائما من مبدأ أساس ما في شيء ثابت، ما في شيء ثابت، كله متحرك. بس نحن عم نقول هذه الاستقالة، إذا تم هذا الاعتذار، إذا تم اعتماد هذا السقف، لا في فريق سياسي اجى قال او هو كشخص اجى قال ما فيكون انا تتعاطوا معي مثل ما بتتعاطوا مع الكل، بتحطوا سقوف عاليه، بتفوتوا بعمليه ابتزازيه، بتجبرونا انه نتنازل وانه مش ما بتمشي هاي شروط. بس شو اوراق قوته يعني اليوم؟ هاي شروط المرحلة. يعني الرئيس المكلف الذي اعتذر مصطفى اديب بالنهايه كان يتحدث باسم الفرنسيين، وقوته الاساسيه كانت فرنسا. فرنسا اليوم ما هي نقاط قوتها؟ يعني بينت لو قد ما على السقف مثل ما قلنا، بينت فرنسا وكأنها عاجزة فعليا، يعني بالنهاية ما حدا سمع لها، لا الأمريكيين سمعوا لها ولا الإيرانيين سمعوا لها، ولا يعني ولا بالداخل هناك من رضخ لا شروطها. واليوم في توقعات أن يكون السقف عالي ردا على رئيس ماكرون من قبل السيد نصر الله. فبالتالي ماني موافق على وجهه نظر، على ما يعني تراهنون في هذا الموضوع؟ لا مش رهان. فرنسا على مش رهان بالمعنى السيء، ولكن يعني ما في رهان. بس قال لك شو المنطق، ما هي اوراق قوات فرنسا؟ قال لك وين، قال لك شو المنطق. نعم. المنطق انه عم يجي طرف يقول لك طريق الانقاذ هي يعني انت بدك تشكلي حكومه بهالمواصفات مستقله تماما، لا تاثير لاي قوه سياسيه داخلها، مداوره شامله، حكومه مصغره، هي هي طريق الانقاذ. بتحبوا تاخذوها اهلا وسهلا، ما بتحبوا تاخذوها تحملوا مسؤوليتكم. هي القوه هون انا عم بقول بس يعني ما بالمقابل يعني في قوه مقابله، ولكن في هناك قوه مقابله تقول ايضا انه هذه الشروط التي تسعى لعزلي والانقضاض علي ولاستغلال هذه المرحله الاستثنائيه من الضغوط الدوليه على حزب الله ايضا لن تمر. أوكي. لن اقبل الا بالشراكه الكامله. طبعاً طبعاً. لن اقبل الا بان اكون مشاركا في هذه الحكومه. حدا عم بيناقش بهاي يعني، في اذا بدك في حدا عم يجي يقول انا جاي اخلص البلد، واليوم البلد اليوم حدا مختلف في لبنان انه في ازمه ماليه خانقه وغير مسبوقه، ما حدا مختلف. حدا عم يجي يقول لحتى نقدر نطلع من هالازمه في هالشروط في هالخريطه الطريق، بتحبوا تطلعوا منها اهلا وسهلا، ما بتحبوا تطلعوا منها تحملوا مسؤوليتكم. انا برايي هيدي اكثر موقف سياسي صلب وقوي وعالي السقف. يعني معناتها اليوم امام الراي العام اللبناني من يتحمل مش بس نتيجة ما حصل من انهيار، يمكن ممكن نختلف أنا وياك عليه، أنت يمكن تقولي لي أنتم مشاركين فيه كفريق 14 أدار ممكن لا، هلأ من هلأ وطالع إذا البلد ما قدرنا نلمه والدولار بلش راح يطلع أكثر ورحنا على انفجار اجتماعي، الثنائي الشيعي زائد العهد بيتحملوا هني مسؤولية لوين ممكن يروح لبنان، لأنه أجتهم فرصة، أجاهم رئيس فرنسي عطاهم على طبق من ذهب فرصة ذهبية للإنقاذ، ضلوا بدون شكل حكومي على القاعدة التقليدية ذاتها، بدي حصتي وبدي موقعي وبدي حقيبتي وبدي شوف انا كيف بدي ظبط جامعتي. نعم، هذا المنطق بنظرهم وجدوا انه بالداخل هناك من لم ينفذ حتى المبادره مثل ما هي يعني، واليوم عم بيحكوا هن انه تعرض هذه المبادره بكل بنودها وكل تفاصيلها وتبين على حقيقتها انه ما انحكى بالمداوره ولا انحكى بموضوع الماليه ولا بغيرها بالمبادره، وانه هناك من في الداخل حاول استغلالها تحديدا يعني رؤساء الحكومات السابقين. هنالك من يريد تصوير الامور على هذا النحو، بس هي مش هيك يعني، بمعزل إذا المبادرة تضمنت بجوهرها
أو ببنود أنه بتكون وزارة المالية للطائفة الشيعية أم لا، هذا تفصيل. الأساس هو شو؟ الأساس هو أنه أنت إذا بدك تروحي على الإصلاح بدك تروحي على نمط جديد، على نهج جديد، يا بدك تعتمدي هذا النهج يا بدك تعتمدي الأسلوب القديم، بدك هون تختاري. لذلك أنت كنت رايحة على نهج جديد، لأنه أنت ما فيك، حتى نحكي كمان بشكل واضح، إذا 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 إجا الثنائي الشيعي أصر بده يخلي وزارة المالية بإيده، وأصر الثنائي الشيعي لاعتباراته أنه هو بده يسمي الوزراء تبعه، طيب انه إيه ليش العهد ما بده يحتفظ بوزاره الطاقه ووزاره الخارجيه، ما بده هو كمان يسمي وزراءه، وليه رئيس المرد سليمان فرنجيه مش هو كمان بده يعمل نفس الشيء؟ شو بكون عملتي يعني انت عمليا بدي عم يعني كان عم تقول لهم اياها المبادره لهذه القوى السياسيه، انه نحن اليوم امام مرحله استثنائيه، تعالوا نشكل حكومه بقواعد مختلفه بلا ست اشهر بس، نرجع بعدين على القواعد التقليديه. انت عندك عاملين بجبروك تشكلي بشكل استثنائي، العامل الاول انه انت بانهيار تام، انت امامك الفوضى وامامك الكارثه، والعامل الاخر انه اصبح مشكوك بنتائج الانتخابات. الثنائي الشيعي عم يقول نتائج الانتخابات افرزت هيك، ولذلك لازم نشكل على هذا الاساس. اليوم نتائج اليوم لانه شعروا وكانه في يعني نوع من محاوله الغاء لنتائج الانتخابات الاخيره. انت مثل ما قال رئيس حريري ببينه اللي هن اعترضوا عليه لمره واحده، انت بيجي يقول الثنائي الشيعي نحن فينا نقبل بهذا الموضوع يلي هو عدم التسميه ويلي هو وزارة المالية مرة واحدة، لأنه نحن بالنسبة لنا يجب العودة إلى القواعد إلى علاقة بالانتخابات. ليش؟ بس هن قبلوا بالتكليف بهذا المنطق. نعم. هن بموضوع التكليف بتكليف مصطفى أديب مشوا بهذا المنطق رغم أنهم أكثرية، كان بإمكانهم مثل ما سموا يعني حسان دياب. هون مختلفة. هن إذا بدك بيعرفوا كثير، هن بدهم، هن راكدين، لأنه شافوا أنه حكومة 8 أدار اللي حكومة الحكومة المستقيلة، شافوا أنه هذه الحكومة خلص فشلت. يعني ما قدرت تعمل شيء، اوكي، وفاتت بالحياة. لذلك هني بدهم يستنجدوا بمين؟ يستنجدوا بالرئيس حريري، انه دخيلك عمول شو ما كان تتيجي انت، او تجيب يلي انت بدك اياه، او يلي بيقطع من باب بيت الوسط، هون مختلفه، هني بدهم اياه، بس هني شو بدهم يعملوا اذا بدك؟ هني وين اللعبه الاساسيه عم يلعبوها؟ انه تجي انت رئيس حكومه، يعني انت بتعطينا الغطاء وانت عندك شبكه علاقات عربيه وخارجيه وغربيه، انت بس اعطينا الغطاء ونحن نكمل نفس الشيء تحت، ما بتزبط، ما خلص ما جربناها. نعم. يعني ما بقى فينا نكفي بهذا الاسلوب. نعم. ما انت بس خليني اقول لك بس هذه الفكره. نعم. اذا انت جيتي شكلتي حكومه على القواعد نفسها تبع حكومه رئيس دياب، ايه؟ طيب مين قال لك فيك تعمل اصلاح فكرك؟ بمعزل اذا بيعطوك برا مساعدات او لا، ما انت بمجرد ما تتشكل حكومه هيك معناتها بترجع لنفس المشكله، لا فيك تظبطي قصه الكهرباء ولا فيك تظبطي قصه المعابر ولا فيك تعطي خطه اقتصاديه. حتى المنطق خلاص. المنطق يقول خلاص يعني في شيء كما تقول حضرتك الان، ولكن لافت جدا ما طرحه الرئيس نجيب ميقاتي، يعني بتوقيته بمضمونه، يعني عم تقول نحن مرحله استثنائيه لازم نتعاطى بطريقه مختلفه، ماكرون مبادرته على حاله اختصاصيين مستقلين، ماذا عن هذه المبادرة؟ من أين خرجت؟ بعرف. هل هي وريدة الصدفة؟ وهي تعيدنا يعني إلى المربع الأول، بمعنى أنه تكنو سياسية، يعني رح يكون في ستة مثل ما عم بيقول وزراء بمثلوا الأحزاب الكبيرة والبقية اختصاصيين. ما رأيكم كقوات لبنانية بما طرحه الرئيس ميقاتي؟ نحن مع الاحترام طبعا على المستوى الشخصي للدولة الرئيس ميقاتي كل التقدير والاحترام، بس ولكن احنا موقفنا واضح من 2 ايلول 2019، يعني 2 ايلول 2019 كنا على طاوله مجلس وزراء وكان عندنا 4 وزراء داخل الحكومه، وطلع دكتور جعجع من قلب هيئه الحوار ببعبدا القصر الجمهوري وقال خلص هذا النموذج الحكومات الوحده الوطنيه اللي بتشارك فيها القوى السياسيه هذا صار من الماضي، ما فينا نروح على انقاذ بظل هذا الاسلوب يلي كل القوى موجوده، الحكومه هي مصغره عن مجلس النواب وقواعد نفوذ وتأثير داخلها. نعم. وإلا خلص رحين على الكرسي، وفعلا يعني ثبت أنه يلي قلناه بـ2 إنه 2019 بعده لهلأ ساري المفعول. نعم. لغاية اللحظة لأنه تراجع صراحة تحت أي عنوان. نعم هذا بالنسبة لنا لحكومة. طب كيف تقروا مبادرته؟ يعني هل هي تراجع؟ لا. من قبل رؤساء الحكومات السابقين كونه طبعا يتحدث أيضا باسم الآخرين، هل يمكن أن تكون هيك يعني صدفة؟ لا بصراحة يعني ماني عارف شو ظروفها. تقلك ليه؟ لأنه أنت كمان كان غريب جدا. ايه؟ ما طرحه. تقلك ليه؟ لأنه كمان عندك في عدة ثغرات داخلها، يعني أنه أنت عم تتصور أنت اليوم مطلوب حكومة ما يكون فيها حزب الله بشكل معلن، هل يستطيع الرئيس حريري أن ترأس حكومة بحكي خليجيا وغربيا أن يكون فيها بقلبها حزب الله؟ هل اليوم الحزب اللي عم يتعرض لهذه العقوبات الشديده انت ممكن تحقق اصلاح بوجوده على طاوله مجلس الوزراء؟ هل انت ممكن ترجعي على وزاره فيها الوزير جبران باسيل؟ مع احترام لشخصه
قاعد نائب جبران باسيل وزير جبران باسيل على طاولة مجلس وزراء بعد ثورة 17 تشرين. خلص في شيء إذا بدي كمان ما فينا نروح كمان بتحدي للرأي العام، بتحدي للعالم الغربي والعربي، وما فينا نروح بحكومات مثل هاي فاقدة الصلاحية غير قادرة على تحقيق الإصلاحات. ولكن فعليا هلا شو الظروف اللي طرحها فيها ما عندي فكرة، ولكن هالأطراف ذاتها يعني فعليا على الأرض ما زالت تمثل الأكثرية. خلينا نميز يعني واقعيا هل يمكن أن تنفذ ما تقوله؟ لا خلينا أن تعزل كل هذه الكتل السياسية الأساسية عن الحكومة. خلينا نميز بين شغلتين، صار في إذا بدك مش تضليل فيهم، يعني في رحنا بالموجة فيها، ما حدا عم بيقولوا لحظة انه القوى السياسيه اللي افرزتها الانتخابات هي غير تمثيليه ابدا. انت اي انتخابات مقبله الثنائي الشيعي موجود والاشتراكي موجود والمستقبل موجود والقوات موجوده والتيار الوطني الحر موجود وبالتالي هذه قوى موجوده. لا سؤال هل يمكن عزلهم؟ لا مش مطلوب كليا عن اي حكومه يعني وعن ممكن. العمل السياسي الاساسي المتمثل بالسلطه الاجرائيه. ما حدا عزل، يعني اذا بدك الفكره ما حدا عم يجي يقول نحن ما نعزلهم، طيب هيدي نحن عزلنا حالنا طوعا مع انه نحن بنعتبر حالنا وعن حق، نحن ما مشبهون يعني ما بعمرنا كنا اصحاب قرار على مستوى السلطه والنفوذ، كنا ايه اخذنا وزارات بس ما كنا اصحاب قرار، هن مسكين مفاصل السلطه ما بنشبههم لا بممارستنا ولا بادائنا ولا بسلوكنا. طب نحن جينا قلنا لهم نحن ما بنشبهكم وما لازم نحن نكون مثلكم، نحن اخرجنا حالنا من الحكومه. انت لما بتكوني بظرف استثنائي بدك تروحي على تدابير استثنائيه، لا ببساطه ما حدا عم يقول يعزل حدا، تعالوا نتفق كلنا مع بعضنا على 6 شهور بيتالف عمل حكومي بتكون استثنائية فعلا ببندين لا أكثر ولا أقل. البند الأول له علاقة بكيفية الإنقاذ، أنت تكوني فعلا عم تفتحي على الخارج بقواعد جديدة تقدر تحطي البلد على السكة من جديد وما تخلي البلد ينهار وتريحي ناسك وشعبك. والبند الثاني خلص في شكوك انتخابات اليوم، لأن معلش إذا عملناها قبل بسنة ما بصير شيء. لكن بالنسبة لحزب الله وحلفائه ومن يضمن لهذا الاستثناء أن لا يصبح قاعدة بشكل مؤامراتي، بمعنى أنه أن يخرج حزب الله من الحكومة اليوم قد يشكل سابقة يبنى عليها لاحقا. مين بيقدر؟ انت اليوم خلينا نكون واضحين، مين قال عم بتقول المعطيات اليوم اللي اذا بدك تقرا ما يجري اقليميا ودوليا والمواقف، موقف السعوديه اللي عبر عنه الملك مؤخرا، المواقف الامريكيه الواضحه والعلنيه من الحزب بالاشهر الاخيره، يعني كل هالمعطيات. بتقول لك شو في عمليه عطول محاوله اذا بدك، يعني هن بيقدموا حجج اللي انت عم تقوليه هو بين انت عم تحكي جزء من ادبيات اللي هن بيستخدموها انه احنا في عمليه استهداف ومدري شو بده يصير معنا وكل هيدا المقولة.